أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول: ذكرتم في شرح كتاب الصيام أن الصائم لو أفطر ثم تبين له أن الشمس لم تغرب فإن عليه القضاء، لأن الأصل بقاء النهار. السؤال: قد ورد في صحيح البخاري من حديث فاطمة رضي الله عنها قالت: أفطرنا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم غيم ثم طلعت الشمس، ولم يأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقضاء، فما هو التوجيه؟ توجيه: نعم، يجب القضاء، لأنه تبين لهم أنهم أكلوا في نهار ولم يتموا اليوم، يجب عليهم القضاء. ولما سئل هشام بن عروة راوي الحديث عن هل يجب، قال: وهل بد من القضاء؟ كونه لم يذكر في الحديث أنهم قضوا لا يدل على أنهم لم يقضوا، كونه لم يذكر أنهم قضوا أو أن الرسول أمرهم لا يدل على أنهم لم يقضوا. وهذا من رواة الحديث هشام بن عروة بن الزبير يقول: أو بد من القضاء، يعني لا بد من القضاء، لأنه تبين أنهم لم يكملوا النهار بالصيام فيصومون بدله. نعم.